والله حينما أقرأ هذه الآية يقشعر بدني، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. يعني الله بيقدر صبرك، يكون الدخل قليل والتكاليف كثيرة وفي عندك طرائق كثيرة لكسب المال الحرام، تقول إني أخاف الله رب العالمين. الآن يعني ما من دعوة إلى الله إلا وتواجه معارضة أحيانا، يعني شأن الدعاة إلى الله شأن الصبر. سيد الخلق وحبيب الحق في الطائف كذب وسخر منه وضرب، فقال يا رب إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا رب المستضعفين إلى من تكلوني؟ إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي. ما هذا الأدب؟ ما هذا الصبر؟